المدبرة تجي من بلد توافقني الرأي أو لا، وصراحة كان تعجبني. بأن تجي لا فحص طبي ولا وأنا ما أعرف شو ناقلت لي العاملة الأجنبية أو المربية إلى المنزل برأيك. فعلا هي طبعا يعني مدبرة المنزل، وهي نصيحة من خلال قناتكم الكريمة، أنه كل عراقي عند مدبرة منزل أو عامل أجنبي أن يخضع للفحص الطبي. طيب مو من ضمن الشركة؟ إحنا طبعا هي من ضمن شروط الدخول، من ضمن شروط الدخول ومن ضمن شروط منح الإقامة أن يكون خالي من الأمراض السارية. إحنا من يعني خلال السنة اللي مضت، وهاي السنة بالضبط عندنا طلع 230 مصابين بأمراض انتقالية مدبرات منازل. الأمراض الانتقالية تشمل التهاب الكبد الفيروسي، الأيدز، وباقي الأمراض الانتقالية. قد العدد؟ 230 خلال سنة واحدة. سنة. زين. قد عبرت أمراض بالأعداد السابقة؟ هو هنا أنا أنت اللي سألتني بشكل مباشر، وأنا قدمت نصيحتي وأرجع أقدم نصيحتي. كل واحد يأوي أجنبي لابد أن يخضع للفحص الطبي. لأن الأجانب وخصوصا مدبرات المنزل دي يجون من دول أفريقية. قسم من هاي الدول هي بي 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 يعني بالولادة هم حاملين لمجموعة من الفيروسات، ومعروفة برامج الصحة العالمية ناشرتها، الأيدز والأمراض الإيبولا والغيرها والهذا. فضروري على رب المنزل أعيدها أن يفحص فحص شامل إذا كانت مصابة عليه. طيب ليش ما يكون شرط من الشروط للشركات بأن ما يدخل إلا هو شرط؟ هو شرط. شلون اكتشفنا هاي الأمراض اللي جت؟ من قبل منح الإقامة للأجنبي يذهب إلى وزارة الصحة العراقية، لأن إحنا نعتد بتقرير وزارة الصحة العراقية، يسحبون تيست من دمه وتطلع إذا كان مصاب بالأمراض ويشعروني طبعا. معمول بيها. أنا اللي أقصد ليش توجه العائلة العراقية بأن تفحص؟ الفحص دوري، لأنه هذول افريقيا، ويعني دائما قلت لك هم عندهم يعني الامراض يعني فجاه تطلع عندهم. طيب زين، نيجي ندخل بالموضوع اكثر. هذا شيء متداول ليس مع فقط جنابكم مديريه الابعاد والاخراج، لكن كذلك ضيفي يفهم هذا الشيء، اغلب المشاهدين يفهم هذا الشيء. صارت وصلنا الى مرحله بانه العامله الاجنبيه خلصت اقامتها، وصلنا إلى مرحلة نهائية يجب أن تذهب إلى بلدها من ثم مرة أخرى بموافقات جديدة. قامت تنباع وتنشر بين الشركات، قامت تروح فلان شركة حولها، ولا شي يقول لك؟ يقول لك والله بالبيت ما حد يراقبها، ما حد يشوفها. طيب أغلب النساء نشوفهم بالسيارات والخادمة وياها، ماكو سيطرات، ما شفنا سيطرات من وزارة الداخلية تقدر تحاسب الخادمات بهذه الطريقة؟ لا، احنا يعني بشكل عام يعني من 1/7/20 ولغاية 1/11/21 راح نحصرها سنة. احنا بعدين 46,324 مخالف أجنبي بعدين خارج أراضي جمهورية العراق، منهن 1980 مدبرة منزل. فالرقابة موجودة والحركة موجودة، بس هي تخضع بالمناسبة إبعاد الأجنبي لا يعني أنه طائرة تنتظره وراح أصعد بالطائرة ويركب ويروح لها، لا يخضع لمجموعة من الإجراءات، أن يكون حامل وثيقة، يخضع لفحص البي سي آر، عنده تذكرة السفر. تعرف هذا شو الإجراء المتخلف عن ال تفرض عليه الغرامة، تفرض عليه الغرامة تدفع قبل الذهاب؟ طبعا نستوفي الغرامة، يمنع من الدخول. نعم يمنع من الدخول. الآن إحنا وصلنا بالمنع بال10,000. طيب أريد أعرف شقد أعداد الموجودين، عندكم إحصائية؟ إحنا كإحصائية دقيقة واضحة عندنا بقاعدة البيانات، عندنا المقيمين الأجانب، يعني اللي مقيمين إقامة شرعية وعندهم كارت إقامة موجودة بأقسام يعني الأجانب. من يجدد أو ما يجدد راح يجدد أعداد؟ إيه هم إحنا مو مسيطرين على العدد، خلينا نقول حاليا إحنا ما نعرف شقد. أكو ضبابية بالعدد يعني. لا والله سببها؟ الكل سببها الدخول المتعدد، سببها بقاء الأجنبي وإيواء الأجنبي من قبل العراقي، سببها العراقي، العراقي اللي يأوي الأجنبي. يعني حكيت للأستاذ يعني قبل البرنامج، اليوم الأجنبي إذا ما يلقى له حضن يأويه ويجد له مسكن وعمل ويحول له فلوسه للأهل من الخارج ما يبقى هذا الأجنبي. طيب هذا